اوكي، حنسوي لوحة جديدة هنا بالألوان المائية. هالمرة بهالدائرة اللي سويتها بحط مداراتها شروشن وبقصها بشكل دائري. حاولت اسويها دائري قد ما اقدر، الحين بلصقها. شلت الورقة لانه ما كان راضي يلصق الشروشن. الحين باخذ فرشاة دبدوبة بسبح المنطقة كلها ماي. باخذ الاسود وبحطه هني، بعدين الازرق الغامق بحطه هني زي الماي عشان يندمجون. اخر شي بحط عليهم من الازرق الفاتح. شوفوا شلون صارت الحين بالكلينس. بحط هالمنطقة كلها وبشيله. أحاول أضربه هنا حق تندمج الألوان. عقب ما نشفت اللوحة بحط هني ماي بهالشكل. الحين بقطط شوي أسود مو واجد وكله من فوق، أركز شوي. الحين بالفرشاة الصغيرة بحاول أسوي أرنب. الحين سوي أرنب ثاني واقف. الحين أشيل الشلوشن، قط شوي ماي وأسود. خلاص.